في هذا الأداء المميز الجميل وشوطنا الثاني عشر الخاص بالزمول المهجنات الأصايل هنا لي أيضا أبناء القبائل في هذا الانطلاق المميز الجميل. تابع معكم هذا الأداء ونسير في المراكز العشرة الأولى المنطلقة هنا بأداء مميز وعرض جميل وأيضا شعارات تتواجد في هذا الانطلاق. وهنا زعزع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول السيف بن بطي بن سيف السبوسي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني. ويأتي شاهين راشد بن مايد بن سعيد المسافري المنطلق على المركز الثالث وفي المركز الثالث هنا لم ترى ياتينا في هذا الانطلاق الجميل لمحفوظ بن خميس بن علي لينيبي من ينطلق بلم ترى على المركز الثالث وفي المركز الرابع الفائز حمد بن صالح بن حمد القمرة المري من ياتينا رابعا وفي المركز الخامس. المركز الخامس هنا المنطلق بهذه اللحظات على المركز الخامس مثير على المركز الخامس لخليفة بن نواب بن نوح البلوشي من ينطلق على المركز الخامس وفي المركز السادس وصل جنجال حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة وهلا العندليب نابت بن سلطان بن رشيد لجتبي من ينطلق بالعندليب على سابع المراكز وفي المركز الثامن. المركز الثامن الوصول هنا بشار حميد بن عبيد بن عفو المنصوري وهناك الأسد علي بن الصغير بن حمد العويسي مع الأسد بهذه الانطلاقة هنا أيضا على المركز التاسع. بينما المركز العاشر يأتينا هنا البحيري سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري من ينطلق هنا أيضا بهذا الأداء المميز الجميل على المركز العاشر وفي أسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا ترقبوها في مسيرة هذا الشوط. نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة نعود إلى زعزع على الصدارة زعزع على المقدمة وعلى المركز الأول. يا ما صال وجال هذا الشعار على ظهره أيضا نوعيات متميزة من الإبكار التي لها أيضا سجل حافل بالإنجازات. سيف بن بطي بن سيف السبوسي المنطلق مع زعزع على صدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني شاهين راشد بن مايد بن سعيد المسافري من ياتي على المركز الثاني وفي المركز الثالث. المركز الثالث لم ترى محفوظ بن خميس لينيبي من ينطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع. المركز الرابع الفائز حمد بن صالح بن حمد القمرة من ينطلق على المركز الرابع وفي المركز الخامس. المركز الخامس هنا يأتينا العندليب نابت بن سلطان بن علي بن رشيد لقتبي مع العندليب هذا الانطلاق الجميل. هنا يأتي مثير على المركز السادس خليفة بن نواب بن نوح لبلوشي من يأتي على المركز السادس وفي المركز السابع بشار بشار يتسلل من مركز إلى مركز. حميد بن عبد بن عبيد بن عفصان المنصوري وجنجال جنجال هنا حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة المنطلق سابعا وفي المركز الثامن الأسد علي بن الصغير بن حمد العويسي وتاسع البحيري البحيري هنا سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري ويأتينا المرعب السهيل بن محمد بن ذويب العامري على المركز
العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات الجميلة الجميلة. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك لازال زعزع على الصدارة، زعزع على المقدمة، على المركز الأول. يقود رأس حربة هذا الشوط بهذا الأداء المميز الجميل وعرضه التلقائي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. سيف بن بطي بن سيف المزروعي منطلق على صدارة وعلى المركز الأول، بينما سيف بن بطي بن سيف السبوسي عفوا على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول وفي المركز الثاني. المركز الثاني هناك الحاي راشد بن مايد بن سعيد المسافري مع شاهين على المركز الثاني وفي المركز الثالث. أوه العندليب قادم، العندليب قادم في هذه اللحظات، العندليب العندليب. العندليب العندليب هنا نابت من سلطان بن علي بن رشيد ليجتبي مع العندليب على المركز الثالث. المركز الرابع الفائز حمد بن صالح بن حمد القمرة من يأتينا على المركز الرابع وفي المركز الخامس. المركز الخامس يأتي لم ترى محفوظ بن خميس بن علي لينيبي من ينطلق مع لم ترى على المركز الخامس. المركز السادس هنا، المركز السادس، المركز السادس الأسد علي بن الصغير بن حمد العويسي ومثير المنطلق هنا لخليفة بن نواب بن نوح البلوشي على المركز هذه اللحظات السابع. وفي المركز الثامن بشار الحميد بن عبيد بن عفصان المنصوري والمرعب، السيل بن محمد بن ذويب العامري وجنجال، حمد بن صالح بن سعيد بن حلوكة البحيري ياتي عاشرا، سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. هذه هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا في هذا الانطلاق المميز الجميل. وزعزاع زعزاع زعزاع لا زال مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. زعزاع مسيطر كل السيطرة على زمام الأمور. سيف بن بطي بن سيف السبوسي القادم من ميدان التراث هناك ومن مدينة التراث ميدان سويحان للمشاركة على أرضية هذا الميدان بهذا الانطلاق المميز الجميل بهذه النوعية الجميل. المركز الثاني هنا شاهين راشد بن مايد بن سعيد المسافري من يأتي على المركز الثاني. والمركز الثالث العندليب نابت بن سلطان بن علي بن رشيد لجتبي، ولكن نبقى هنا، نبقى مع الصدارة، نبقى مع هذه الانطلاقة الجميلة. هنا هو الصدارة، هو زعزاع على صدارة، زعزاع على المقدمة، على صدارة هذا الشوط بدون أي أوامر تذكر، بدت الأوامر، بدت الأوامر. هنا شاهين وزعزاع، زعزاع وشاهين، الله التحديات جميلة هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل. زعزاع ولاق شاهين يتسلل، شاهين يتسلل في هذه اللحظات. شاهين هنا من ينطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا لراشد بن مايد بن سعيد المسوفري، ولكن عاد، عاد زعزاع، زعزاع وشاهين، شاهين وزعزاع، زعزاع يعود إلى الصدارة، يعود إلى المقدمة، يعود إلى الفوز، يعود إلى الناموس. سلام سويحان، سلام على هذا الفوز الجميل المميز. شكرا يا راعي حشيمة على هذا الفوز المميز.
المميز لأيضا زعزع تهانينا وناموس سيف ومطلب السبوس المركز الثاني شاهين لراشد بن مايد بسعيد مسافر المركز الثالث المرعب لسهيل بن محمد بن ذويب العامري المركز الرابع بشار حميد بن عبيد بن عصان المنصوري وكان هناك الأسد على المركز الخامس من وصل العلي بن الصغير بن حمد العويسي تهانينا وناموس للجميع وهنا التوقيت الزمني ولحظة وصول زعزاع إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس قام راس وينهي هذا الشوط راس بتحدي مميز وأداء جميل هنا والسلام لأهالي مدينة سويحان أهالي هناك التراث في هذا الانطلاق المميز الجميل أخذ التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا لزعزاع بانتزاعه صدارة هذا الشوط بانتزاعه للفوز وبالناموس هنا أيضا قاطع المسافة بفترة زمنية مقدارها 9 دقائق هي الحاضرة هنا أمام الجميع تسع دقائق 57 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني بينما شاهين لراشد بن مايد بن سعيد المسافري كان في المركز الثاني بتسع دقائق 58 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية أما المركز الثالث فكان هناك الانطلاق المرعب من أتى لسهيل بن محمد بن ذويب العامري ثالثا بتوقيت الزمني مقداره 10 دقائق 4 ثواني وجزئين من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء نسير مجددا مع حضراتكم بانطلاقة